احتاج حق طبعا مقدار من الماي، وعندي هني زيت القلي، مقدار من الارز البسمتي المغسول والمنقوع في ماي وملح، عندي هني مقدار من الدياي، طبعا انا منظفه الدياي وشايله عنه الجلد، عندي هني مقدار من الكزبره المفرومه، مقدار من السمن او الدهن، عندي هني مقدار من البصل الابيض المفروم او تقدرون تستخدمون الاحمر عادي ما في اي مشكله، وعندي هني اللي هو الفلفل العلوب، احنا نسميه فلفل علوب اللي هو الفلفل الاخضر الحار، عندي هني مقدار من الطماط، بهارات صحيحة، عندي هني شوية فلفل بارد اللي هي الفليفلة الخضراء أنا مقطعتها مكعبات، عندي هني بهارات خاصة بالمكبوس، وعندي هني مقدار من البطاط، أنا أحب أحط البطاط في المكبوس، عندي هني مقدار من اللومي الأسود الملبب، وعندي هني مقدار من الكركم، وعندي هني مقدار من البهارات المشكلة الخاصة بالدياي، عندي هني مقدار من الثوم، وعندي هني طبعا مقدار من أشار الهمبة، أشار الهمبة يعني أشار المانجو، وعندي هني طبعا مقدار من الفلفل الأسود والملح كالعادة، عينكم ميزانكم وحطوا هالمقدارين على حسب احتياجكم أو حبكم حق الفلفل والملح في الأكل. خلونا نبدأ أول شيء نسويه، عندي هني الدياي أنا طبعا راح أتبله بهارات جدا خفيفة، وفي المقلة أنا أحب أقلي الدياي قبل ما أحطه في الوصفة، مش قلي كامل، نص قلي على الأقل يكون الدياي مستوي حتى لو النص، في ناس يجبسون الدياي على طول في الجدر، أنا ما أحب، أنا أحب أشتغل بهاي الطريقة. أحمي الزيت وأجيب طبق أكبر علشان أتبل فيه الدياي، راح أحط على الدياي شوية كركم والباقي طبعا راح أشيله علشان العيش، مقدار بسيط من الكركم عشان أشيل زفرة الدياي، وعندي هني بهارات الدياي راح أستخدمها على الدياي، والباقي بعد راح أحطه في خلطة العيش لأني أنا راح أطبخ الدياي مرة ثانية مع باقي المقادير، وطبعا نقطة بسيطة من الثوم وشوية ملح، ما راح أكثر الملح لأني أنا راح أحط ملح في المرق مال المكبوس التالي، وما أبغي الدياي يستوي مالح، وأحط الفلفل الأسود بس. هاي هي كل التتبيلة اللي أنا راح أستخدمها طبعا باليد، أنا لابسة قفاز، راح أفرك قطع الدياي بهالشكل علشان أتأكد أني أنا تبلت الدياي عدل. في ناس لما يسوون المكبوس يبهرون الدياي في الجدر على طول، طبعا إذا مسوين كمية كبيرة وجدر يعود عادي أقدر أسوي الحركة هذه، بس بما أني أنا قاعدة أسوي اليوم كمية بسيطة معاكم يفضل أني أنا أبهر الدياي روحه مثل ما أنا قاعدة أسوي. طبعا المكبوس غني عن التعريف، سواء كان لحم، دياي، سمك، ربيان، يعني هي من أحب الوصفات عندنا إحنا أهل الخليج، وما في مطبخ خليجي ما يسويه. وفي ناس يسوون المكبوس يستخدمون فيه معجون الطماط علشان العيش يصير أحمر، أنا أبدا ما أحب أحط معجون طماط في مكبوسي وقت ما أنا أسويه، أحس إنه يسبب حموضة وحارج فأستبعده طبعا، وأحس إنه يخرب لون المكبوس، حالات المكبوس يكون أصفر مو بأحمر. الحين خلاص إحنا بحرنا الدياي، راح أجيب الدياي هني وأرفع النار، وأول ما يحمى الزيت راح أنزل الدياي وبعدين أرجع أكمل معاكم باقي المكبوس. الحين أنا قاعدة أقلي الدياي، في نفس الوقت راح أسوي الحمسة اللي راح أحط فيها الدياي مرة ثانية علشان تكمل سوا عشان أكسب وقت. فهني جدري على النار راح أحط مقدار من الزيت، طبعا مقدار من الدهن أو السمن أو الدهن الخالدي اللي أنتوا تحبون تقدرون تضيفونه على المكبوس. طبعا أول شيء راح أنزله في الجدر اللي هو البصل، وعلى البصل طبعا رشة الملح، انتظر بس يصير الدهن حار، وأول ما تطلع معي ريحة البصل راح أبتدي أضيف باقي المقادير. الدياي ما أبغي يستوي بالكامل لأنه راح أحطه الحين في المرق، عقب ما أسوي المرق وأقلب الدياي وياخذ لون ذهبي جميل أشيله
احطه في المرق اخليه يكمل سوا، وبعدين اكبس عليهم العيش. طبعا اقلب الدياي على الجهة الثانية علشان اتأكد اني حمرت الدياي من كل صوب. البصل بدأ يذبل معاي الحين. شو اللي راح أضيفه الحين؟ راح أضيف اللومي الملبب، وطبعا عليهم البهارات الصحيحة. وأخلط لين ما تطلع عندي ريحة الجرفة. الحين شو اللي راح نضيفه؟ راح نضيف طبعا كمية الثوم. انتظر شوي لين ما ريحة البصل والثوم تكون طالعة معاي، وعقب راح أضيف باقي المقادير. وطبعا في هالأثناء أنا راح أضيف الفلفل على عدالة، ما راح أقصصه، راح أحطه. الحين طبعا عندي الطماط وعندي البطاط وعندي البهارات، هذيلا راح الحين أبتدي أحطهم شوي شوي. أول شي راح أحط الكركم وباقي من إبزار الدياي، وطبعاً عندي هني بهارات المكبوس. أنا راح أطلع لون المكبوس من البهارات اللي خليتها، علشان كذي قلت لكم أنا ما أحط معجون طماط في المكبوس، ما أحب. راح مسهم لين ما ريحة البهارات تطلع معاي. الحين راح أحط البطاط المسلوق نص سلق. الحين راح أنزل الطماط وأرجع أخلط. في ناس ما يضيفون الفليفلة في المكبوس الإماراتي، طبعا هاي الموضوع اختياري على حسب حبكم أنتوا حق الفليفلة. أنا أحب أضيف الفليفلة في المكبوس، اللي ما يحب يستبعد الفليفلة، ما راح يأثر وايد على الطعم. الحين حطينا تقريبا كل المقادير اللي عندنا. الحين شو اللي باقي أسويه؟ الحين باقي عندي الأشار والكزبرة. أول شيء راح أسويه راح أضيف الدياي، راح أشيل الدياي من الدهن وأحطهم على الخلطة اللي إحنا سويناها. الحين راح أحرك الدياي مع باقي المقادير اللي عندي في الجدر، علشان أنا أبغي كل شيء في الجدر ياخذ طعم الدياي. طبعا الحين راح أحط أشار الهنبة، وعلشان أحط أشار الهنبة لازم أراعي مقدار الملح، لأن الأشار أصلا يكون مالح شوي، فما نبغي أكلنا يستوي مالح. الحين راح أضيف مقدار من الكزبرة. راح أضيف ماء حار. بضيف ماء حار على المقادير اللي عندي إياها هني في الجدر، بحيث أن الماء يكون لين فوق، علشان أتأكد أن كل اللي في الجدر ينطبخ. بحط مقدار من الملح على حسب كمية العيش اللي أنا راح أستخدمه اليوم. بحرك تحريك خفيف وبترك مقاديري على النار، أخلي الدياي يستوي، وعقب أقول لكم الخطوة اللي عقبها. الحين الخلطة اللذيذة وريحة المكبوس ماخذة المكان صارت جاهزة. راح أشيل قطع الدياي، هذه طريقتي أنا أشيل قطع الدياي وأخليهم في بايركس هني. أكيد ما راح أدخلهم الفرن، راح أرد أحطهم فوق العيش عقب ما أكبسه، عقب أخليهم على نار خفيفة يستوون على راحتهم. بس هاي الطريقة على أساس خلاص وقت ما أنا أغرف أشوف قطع الدياي قدامي، لأن تعرفون دايما في هواش في البيت، كل واحد يبي قطعة شكل، فأنا كذي أكون حليت المشكلة من الأساس. شوفوا لون الدياي شلون صار بدون معجون طماط. عندي المرق جاهز، بترك الدياي على صوب وراح أكبس العيش على المرق اللي في الجدر.
لازم تحطون في بالكم وقت نقع العيش حق الوصفات اللي مثل هذه. المكبوس تنقعون العيش فترة أقل عن العيش الأبيض علشان ما نبغي إحنا حبات العيش تتكسر معنا. أخلطهم كذي خلطة واحدة وبنتظر لغاية ما العيش يتشرب شوية الماء أو المرق اللي فيه، وبعدين أصف قطع الدياي من فوق وأخلي العيش على نار هادية، خلي مكبوسي يتسكر، يبقي له تقريبا 25 دقيقة لين نص ساعة، عقب يكون جاهز للغرف. مثل ما أنتوا شايفين الحين العيش بدأ يتشرب المرق. الحين في هالأثناء أنا راح أرجع قطع الدياي أصفهم من فوق بهالشكل، هاي الطريقة راح تسهل لي الغرف بعدين، ما أقعد أدور قطع الدياي وين يكونون في وسط العيش، كذي أسهل. بحط مكبوسي على نار وسط تقريبا نص ساعة 40 دقيقة على حسب نوعية العيش، وبعدين راح أغرف وأرويكم طريقة التقديم. مكبوسنا صار جاهز، بغرفه وبرويكم شكله شلون صار، والدياي بحطه من فوق بطريقتي وأرويكم فكرة التقديم. طبعا ريحة المكبوس في حد ذاتها خيال. شو اللي راح أسوي؟ بما أني أنا اتبعت طريقتي وحطيت الدياي من فوق، أول شيء راح أسوي راح أشيل قطع الدياي وأخليهم على صوب، بخلي الدياي على صوب وببتدي أغرف العيش. راح أغرف المكبوس في هاي الغنشة التراثية، وطبعا لازم الملاس. شوفوا العيش كيف مستوي وينا، نحلات المكبوس يكون بهالدرجة، يعني ما يكون وايد نثري ولا يكون معجن وايد، خاصة حق اللي يحبون يأكلون العيش بالإيد. كذي خلصت أنا غرف العيش، الحين راح أحط قطع الدياي هاي الطريقة، أحاول إني أنا أصف القطع بطريقة مرتبة. الحين راح أزين المكبوس بحلقات من اللومي والطماط. شكل مكبوسنا، ولأنه حار وسبايسي فقدنا معاه سلطة الروب بالنعناع أو مع الخيار. وهاي كانت فكرة التقديم، جربوا مكبوس الدياي على طريقتي وبمقاديري، وإن شاء الله تعجبكم الوصفة، وعليكم بألف عافية.